على الرغم من رغبتنا الشديدة في التخلص من مرض كوفيد-19 إلا أنه لا يزال هنا، ولهذا السبب فنحن جميعاً بحاجة إلى مواصلة ارتداء أغطية الوجه والتباعد الجسدي والاستمرار بغسل أيدينا. وكالعادة ابقى في البيت إذا كنت مريضاً. إن لقاحات مرض كوفيد-19 متوفرة لمجموعات معينة في مدينة نيويورك، ولكن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب للتوقف عن حماية أنفسنا. تعرف على المزيد على nyc.gov/health/coronavirus.